مدحوينها ودن كان ولا لها نهاية جبوتي إسماعيل عمر قيل يوفد بلارن وهو قامين يو أي قرد وحا أي كدقين قرون كادن عدة مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وحانا هالكا سيكو سودوي قيبها كلا دوان بلشد الصوماليات أو مانتا أن أكلا هارين سودوين تا مدحوين إسماعيل عمر قيل سيدو كلا مدحوينها دولة دا فضل الكاي صومالية محمد عبد الله فرماتو يمسوليين كلا وكترسن دولة دا فضل الكاي صومالية ايا قرون كادن عدة مقالة مقدشة عاصمة الصومالية وقو هرتقي وفدقو هو قامين ايا مدحوين اسماعيل عمر قيل وو سيب اللالان مانتر لوغو سودوي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية مدحوينها ودن كا ولا لها نهاية جبوتي اسماعيل عمر قيل ايا سلان شرف واحا وكاقا تاي عتوبية كمدا عيدا ماذا قلب كسيدان سودوينتا مدحوينة إسماعيل عمر قيل يوفتيجي سوء الله كالهارين أيا وحا كغيب غاتي بربارتا غاشامان إيو عيدا مدى قلبك السيدة إيو وليبا فنالين تقرنكا وسوين أسودوية مدحوينة إسماعيل عمر قيل وغانا هرتيجي قرون كادن عدة إي مقالة مقدشة عاصمة الصوماليا سيدوكا الوفتيجة بلاران وهو قامين يي مدحوينها ودن كجبوتي وحا قيب كاها لبا فنان او عان كا قيقة الصوماليات او كلا حسن آدن سمتر إيا أحمد علي عقال kuwaasi oo sidoo kale si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya loona muujiyay jacaylka magaalada Muqdisho ay u haysa fanaaniintaasi in mar ay ku soo laabtaan dalka Soomaaliya fanaaniinta wadanka Djibouti ayaa sidoo kale qayb ka ah wafdiga madaxweynaha wadanka Djibouti oo ka mid ah Cawaale Aadan. Soo dhaweyntan ayaa wali waxa ay ka socotaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaana lagu wadaa in saacadaha soo socda xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo wafdiga madaxweynaha wadanka Djibouti lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya taasi oo si weyn loo maamuusayo. Haddaba inta uu joogo madaxweynaha wadanka Djibouti iyo waliba xafladaha soo dhaweynta ah ee loo sameynayo kala soco horyaal TV oo diyaar u ah in mar walba waxyaabaha ugu dambeeya uu idin soo tabiyo